بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي الأحبة، أخواتي الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله. حينما يحضر إلي زوجان فأسأل الزوج عما يشتكيه في زوجتي، أول شيء يذكره لي ما تطيعني. شكوى مشتركة لدى أكثر الرجال، لماذا لا تطعن أزواجكن يا بناتي ويا أخواتي؟ الطاعة والله سهلة إذا نظرتن إليها على أنها سهلة، لا تنظروا إليها على أنها صعبة. يكفي أن الله أمركن بطاعة أزواجكن. ريحي حالك، قولي الله أمرني أطيع زوجي، بدي أطيعه مشان أطيع ربي، صح ولا لا؟ والله بترتاحي. أما أناقشه ليش أمرني بهذا الأمر؟ ليش طلب مني هذا الطلب؟ فتحت الباب للشيطان. حق من حقوق الزوج عليك أن تطيعي. تقولين يأمرني بمنكر، شيء آخر. يأمرك بحرام بما فيه معصية لله، هنا لا تطيعي. لكن إذا أمرك بشيء ليس فيه معصية، ليش أقنعني؟ ليش تقولي له أقنعني؟ ما في مجال إقناع، بدي أقعد أشرح لك ساعة ليش يشتهي مثلا أكلة كذا حتى تطبخي له إياها مثلا، ما يحتاج إلى إقناع، هذه رغبة في النفس. أطيعي زوجك فيما ليس فيه معصية لله تعالى، وهي سهلة إذا نظرت إليها على أنها سهلة. أكثر المشاكل تحدث بين الزوجين حينما تصر المرأة على عصيان زوجها، والأحاديث واضحة في أن للرجل على زوجته أن تطيعه، وأن المرأة تدخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شاءت إذا ماتت أو مات زوجها وهو عنها راض. فاكسبي رضا ترتاحي وتفتحي أبواب الجنة الثمانية لك لتدخلي من أيها شئت. لا تجادلي، لا تناقشيه كثيرا. تقولي لي ايش راح استفيد انا؟ تستفيدي انه هو بصير يطيعك. صدقيني لما توافقينه على ما يراه وتلبين طلباته وتعملين باوامره سيصبح هو لك طوع بنانك، كمان يطيعك ويلبي لك طلباتك. ما قالت هذه المرأة وقبل الاسلام في الجاهلية: كوني له امة يكن لك عبدا. كوني له كأنك أما عبدا تطيعينه، تلبين طلباته، تستجيبين لرغباته، ستجدينه بالمقابل يلبي رغباتك ويستجيب لطلباتك ويطيع أوامرك أيضا. لا تسمحي للشيطان يكبر عليك أمر الطاعة ويوسوس لك بأنه هذا ينقص من كرامتك. لا، لا ينقص من كرامتك أن تطيعي زوجك، بالعكس هذا يرفع من قدرك عند الله سبحانه وتعالى وعند زوجك أيضا، سيقدرك كثيرا إذا أطعتيه وإذا وافقتيه ولم تخالفي أمره. جربي بس أسبوع، ما اقتنعتي الآن من كلامي أن الطاعة جيدة، أنا أقول لك جربي أسبوع، 10 أيام، أسبوعين أحسن، تكون كرمتي علي، وشوفي كيف سيتغير زوجك لك، سيصبح ودودا رحيما قريبا عطوفا، يلبي لك طلباتك ويحضر لك حاجاتك ويستجيب لرغباتك. نعم، إذا صعب عليك أمر الطاعة استحضري أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرك بطاعته فتهون عليك، وكل طاعة لله فيها أجر لك، فيه ثواب. فحينما تطيعين زوجك فأنت تؤجرين، تثابين، تكسبين، والله المكاسب كثيرة. أيضا فائدة طاعتك لزوجك تنعكس على عيالك، على أولادك وبناتك، يتربون على أن المرأة عليها أن تطيع زوجها، لأنهم رأوا أمهم تطيع أباهم، تربية غير مباشرة. أيضا
هذه الخلافات التي تثور بين الزوجين والنزاعات بسبب عدم طاعة الزوجة سيرتاح منها الأبناء، لأنه حيصير سلام ووئام بين الزوجين، وفاق دائم. الزوجة لا تخالف زوجها ولا تعصي أمره وتلبي طلبه، خلص صار في سلام داخل هذا البيت، صار هناك استقرار. بينما ما أسوي، ما أقدر، ليش تبي كذا؟ روح أنت كذا سوي. خربنا البيت، نجح الشيطان في أن يدخل فينا وفي بيتنا. رجاء يا بنات، الله يرضى عليكم، والله ما أنصحكم إلا بما هو خير لكم. هذه الطاعة ما راح تخسروا منها، حتكسبوا كثيرا من الأشياء. لا تتردد في طاعة أزواجكم، وستجدنا بعون الله تعالى ثمرات كثيرة وفوائد كبيرة لهذه الطاعة، لا تأخروها. إذا كنتن حتى الآن ما اقتنعتن مني فأرجو أن تجرب. طيب ماشي، ما اقتنعت يا بنتي، جربي بس 10 أيام. شاني صار لك عايشة مع زوجك سنة سنتين خمسة عشرة، جربي هذه المرة طيعي 10 أيام، بس 10 أيام، بعدين ارجعي لعصياني، شوفي كيف سيكون في هذه الأيام العشرة أو في أواخرها على الأقل. لأنه يتأكد أنه مو فقط يوم واحد أو يومين أطعتي، يشعر أنك غيرتي نهجك معه وأسلوبك في التعامل، فاتخذت خطا جديدا في طاعة زوجك وعدم مخالفته. وخبريني، اتصلي فيني، بعتي لي بوسائل التواصل أي شيء، قولي لي الله يجزيك الخير، صرت أطيع زوجي فتغير زوجي، صار ألطف وأرحم وأجمل وأحسن وأكرم، صار يلبي طلبي، يعطيني ما أريد، يأخذني إلى حيث أشاء، سفرني، اشترى لي. هكذا الرجل إذا أطاعته زوجته ووافقته ولم تخالفه لبسته في إصبعها مثل الخاتم، سيصبح هو طائعا لك، ملبيا لك. صدقيني، هل تريدين أن أقسم لك؟ كثيرات ممن نصحتهن بالحرص على طاعة أزواجهن تغيرت حياتهن وانصلح أزواجهن وطابت معيشتهن. فلا تترددن يا بنات في هذه الدعوة، في تلبية هذه الدعوة مني لكن بطاعة أزواجكم، ستجدن حلاوة في العيش ما ذقتوها من قبل. الله يجزيكم الخير، الله يبارك فيكم ويوفقكم ويصلح أزواجكم إلكم، وأنتم يصلحكم لأزواجكم. أكيد يا بنات، صدقنني أنني لا يعني لا غش، ما في غش مني إلكم في هذه الدعوة، ما لي مصلحة غير مصلحتكم. ستجدنا الحياة صارت أجمل وألطف وأهدأ، وإن شاء الله حتدعوا لي لما تشوفوا أزواجكم كيف صاروا وتغيروا. لو بدي أحكي لكم القصص اللي الله وفق فيها وانتهت الخلافات مع أزواجهن بسبب طاعتهن لهم، تقولوا لي يا ليت يا ليت خبرتنا بهذا الشيء من زمن بعيد، يا ريت حكيت لنا عن هذه الحكايات وهذه النجاحات لهؤلاء النساء الزوجات. الطاعة ليست للمرأة لزوجها فقط، أيضا طاعة الأبناء والبنات لأمهم وأبيهم، طاعة الوالدين، طاعة الأبلة المعلمة أيضا، عدم مخالفتها. العصيان والمخالفة ليس أمرا جيدا، كأنما نعمل مثل ما عمل الشيطان لما عصى ربه سبحانه لما أمره بالسجود لآدم. أكرر وأختم، أطيعوا ولن تندموا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.